السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرتنا الأولى وهي المقاطع المتداولة. في فقرتنا، اعتدت القوات الأمنية على تظاهرة للخريجين أمام مبنى تربية كربلاء. هننظم هاي التظاهرات الخريجين اللي طالبوا بإيجاد فرص عمل لهم. الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الدولة ومقطع مصور تظهر اعتداء القوات الأمنية على الخريجين ومطاردتهم في الشارع بسبب هاي التظاهرات، علما أن هاي التظاهرات كان بها عدد من النساء اللي شاركن بالتظاهرة، الأمر اللي أدى إلى إصابة عدد منهم. خلونا نشوف هذا الفيديو. ذول الخريجين اللي تعبوا على نفسهم وشقوا ودرسوا وتخرجوا، ومن المفترض انه لما يتخرج يبدي حياته. هذا الخريج اللي دا ينتظر انه يلقى فرصه عمل، هذا الخريج اللي دا ينتظر انه يساعد اهل بيته ويساعد نفسه حتى يكون اسره، هذا الخريج اللي دا يطالب بحق من حقوقه وهو حق مشروع انه يلقى فرصه عمل. كان التعاون من قبل القوات الامنيه بهاي الصورة اللي شفتوها وياكم. راح نقرأ لكم بعض التعليقات اللي اخترناها لكم من منصة الفيسبوك. التعليقات أو أول تعليق ويانا اليوم على هذا الموضوع من جاسم حميد، يقول قدرتم على الفقرة غير كاتلهم الجوع والهم ودي يطالبون بحقهم. مخلص القرغل اللي يقول مع الأسف على بعض منتسبين القوات الأمنية جقد حاقدين على الناس وخصوصا على الفقراء. وسنابل منكسرة، حسبي الله ونعم الوكيل، ذولا لو زلم ما يتعاملون هيك ويا خريج تعبان على نفسه وقاعد يطالب بحقه، ما ماخذ من جيوبهم وجيب الخلفهم. ويحيى النجار يقول والله كفر، الشرطي ما عنده شهادات ابتدائية يضرب خريج تعبان ودارس لأنه يتظاهر على مود يحسبوا له راتب 200,000. كانت هاي التعليقات اليوم حول قضية الخريجين والاعتداء من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين من الخريجين. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلونك سابقا؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. سابقا بالله عليك، هسه هذا المنظر قدام دول العالم، يعني هذا مخلاق بالعراق. نعم. يعني البلد الخريجين يكون بحقوقهم. نعم. يتلقونهم يعني القوة للدولة للبطرف، يعني يشوى فقير العراق أدري، السنغال، الصومال، بعد هاي الثروة هذا ما تولت وحال ميزانية التجارية واني. نعم. يعني إذا بلد هس العراق أبناء يعني فقر والذل، بعد شنو وجود هذه الدولة حكومة او لا، ولو هي هاي الاحزاب هي اللي دمرت البلد، هي هذه الاحزاب اللي يعني
تصل نفسها، لكن للاسف يعني الراي العام العالمي ما جاي ينظر للعراق، ما ينظر للشعب العراق. يعني ما اعرف يعني العراق بعيد عن الخارطه، يعني ايش هيك ابناء الشعب العراقي يعني هيك ينهارون بهيك صوره، يعني ما 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 ماكو يعني فرق يدافع عن هذا الشعب. مو كافي مذله من بعد 2000 لحد هذا اليوم يا اخي، البلد وابناء البلد يعني عايشين بذل والمعاناه. ليش على مود ابناء العراق هيك ينهارون؟ على مود والله المرجع الفلاني المقدس يبقى، على مود شو اسمه الزعيم الفلاني يبقى، يعني هذا مو حل. هذا مو حل هذا، يعني الى متى الشعب العراقي يمن من حاله الفقر؟ لكنه مع كل الاسف لا، ماكو يعني انا يعني اشوف يعني حتى بالداخل ما يعني تتحرك. يعني احنا ما نقدر يعني ننتظر يعني الامريكا او يجينا حل من الخارج، المفروض اكل التحرك داخل، بس هذا التحرك ما يهم على الانسان الفقير. الموضوع القاده اللي لهم هم العراق اللي يحصون بمعارك العراقيين عليهم ان يتحركون، كافي كافي 18 سنه من الذل والمعاناه، يعني ماكو اكو ناس غيارها. يعني هم اخ عبد الرزاق، السؤال اللي ينطرح السؤال اللي ينطرح بهاي القضيه، يعني خريج تعب على نفسه ودرس وكمل وكمل ابتدائيه ومتوسطه واعداديه ودرس الجامعه وحصل شهاده، وبعض الاخوان اللي كمل معهد او كمل دراسات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، هذا الشخص اللي حمل شهاده يعني من المفترض انه يقعد بالبيت، ليش اليوم؟ هاي مو اول تظاهره للخريجين، تظاهره الخريجين مستمره او تظاهرات الخريجين مستمره بالعراق، ليش ماكو تفاعل حكومي او للاحزاب او للسلطات ويا هؤلاء الخريجين؟ لانه احنا ما عندنا نظريات في يعني يحمل مواقف من العراقي، لانه البنيه السياسيه اللي بدات بعد حال الميليشيات واحزاب، وهاي الميليشيات والاحزاب يعني تعرف الولاء الى دول يعني هي اللي تفوت، فحتما ما يبقى عن ابن البلد. فهم يعني دولة يعني ولا الميليشيات والزعماء، حتى الزعماء يعني احنا ليش نكون يعني نسكت وادي؟ لا، حتى الزعماء اللي يسمون نفسهم زعماء هم ولاتهم خارج البلد، يعني دول اقليميه ودول اخرى اللي بكم اللي تخليهم يذلون ابناء الشعب. نعم، حياتي لك استاذ. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو عمر من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ فهد، وحيا الله قناه الرافدين. تحيا والدوم. والساده المشاهدين الكرام. حياك. حياك الله استاذ فهد. احنا يعني توقعنا يعني كل ابناء الطبق جثت وخرجت على نفسها، يعني 13 سنه يعني من سنه يعني قاعده تتخرج وقاعده يعني تعبوا عن سمع الاهالي، اذا كان بالمحافظات اذا كانت بغداد، يعني انحاء بغداد يعني مجاميع كثيره كل سنه تتخرج. فهاي مناد انه فرص عمل، انه تريد يعني تقدم الى للدور وطنها للمجتمع اللي عايش فيه، تقدم مستقبلها، تقدم حياتها، ان انه شلون درس على من يا دراسه اللي تخرج من ادا، اذا سواء علم الطب او الهندسه، كل هاي مفاصل الحياه يراد لها للوطن، ان يبني الوطن بجهود هذول الخريجين، بجهود هذول الناس اللي تعبوا. فمن يكون عندنا هيك ناس المفروض على الحكومه يعني أنا للأسف الحكومة 13 سنة ما سوت لا بنى تحتيرة ولا تقدمت بأنه الشعب أنه يريد استحقاقات في عدة يعني كفاءات، يعني ناس تقول فما نظرة طيلة 13 سنة من حكمهم. نعم. ما شافوا الشعب اللي يشيري، لكن للأسف النتيجة ما الفشل في عدهم سلطة الأحزاب والقوات الأمنية، الأوامر اللي تجي من زعماء وقيادات اللي قتلهم وتفريقهم، هذا الفشل. يعني بنشوف
حتى المتظاهرين الطلاب وكيف يعني يعتدون عليهم بالاخوات نعم اخواتنا ونسائنا، فهذا يشكل عيب على الحكومه وعيب يعني العالم من يسمع يشوفون انه بالعراق اكو عندنا حكومه هيك تقمع شعبها وتحط الاخوات وتفرقها، هذا عيب على الحكومه لان الحكومه فاشله مع حصات القناه يعني ما لها دور انه تقدم لدور الطلاب في مكانه او تمنع لهم امن او يعني نقدر نقول افضل ما يكون تطيرهم يعني قد مبالغ يعني شهريه يقدر يقدر من الطالب يعني شوي شوي يشوف نفسه وحياته، ولا هو العراق ما في فد مستقبل ما في فد مكانه انه كيف ياخذ مكانه الطالب كيف ياخذ مكانه المخرج، بس لازم اكو لازم اكو حلول لهذا الامر تطيرهم ضوافر تعطيهم مكافآت من اجل ان يكون له ان يعيش بحياته، ما نعم نظل على هالمنهاج هذه والقتل كل ما هنالك عندهم مخرجين بالهروات قتلوهم بالدخان يا ضربوهم، هذا دلاله من فشل الحكومه وعدم قدرتهم للخريجين وعدم سيطرتهم لشعبهم ولاهم الوطن، فما عندهم هاي الامور استاذ افاز، وانا اشكرك واشكر قناه الرافدين. شكرا شكرا لك اخوي العزيز ابو عمر. مشاهدينا الكرام خبرنا الثاني حاله استهداف منازل المتظاهرين. حالة هاي استهداف منازل المتظاهرين والناشطين ما زالت مستمرة بالعراق. آخر ما جرى توثيقة بهذا السياق استهداف القوات الأمنية لبيت الناشط مؤمل في العاصمة العراقية بغداد، إذ دخلت قوات مجهولة استجوبت هاي القوات ذوي مؤمل أهله بسبب أنه مؤمل نشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد به السلطات والأحزاب الفاسدة. خلونا نشوف هذا المقطع اللي صور مع والدة المتظاهر معا. هاي هي تردي شوف هاي هذا حال أم المتظاهر هيك يصير بيها، هاي صار لنا 3 أيام متهجولين من بيتنا وبيكمات تجينا سيارات غريبة ما نعرف شنو تجينا، ساعة يقولون استخبارات ساعة يقولون أمن الحشد وما نعرف يا جهة جاي تجينا وتطاردنا، 3 أيام صار لنا متهجولين من بيتنا، هسه جيت للبيت هذا حال البيت هذا جاي تشوفونه حال البيت زين، لقينا البيت نافشينه فش هاي الاغراض هاي الدنيا، ليش اريد اناشد الكاظمي اذا جهه امنيه يقول لي واذا احزاب يقول لي داخلين سياره لن ترى زرقة ونازلين من عندها مدنيين وبيكمات واقفات على الشارع مظلله ما جاي نعرف من يا جهه، بس يقول لي يا جهه جاي تطاردنا، ليش هيك جاي يصير؟ هذا حال ام المتظاهر، ابني طلع حاله حال اي متظاهر يطالب بحقه، هيك يصير بينا؟ هذا اللي صار في بيت الناشط مؤمل والفيديو اللي صورته امه حول حاله البيت، لكن اكو رساله ذكرت من على لسان والده المتظاهر مؤمل انه سيارة إلانترا زرقاء نزلوا من أدها مدنيين وأكو سيارات بيكابات براس الشارع مظللة ما نعرف هي تابعة لمن، بيا دولة يصير اقتحام أو مداهمة ما يعرفون الجهة اللي تداهم منو. طبعا مو بس بيت المتظاهر مؤمل ببغداد، لا محافظة البصرة شهدت تظاهرات احتجاجية تطالب هاي التظاهرات بإطلاق سراح الناشط المدني أحمد مهلهل اللي اعتقل مؤخرا. مصادر صحفية قالت أنه عشرات المتظاهرين في محافظة البصرة وسط المدينة الظاهرة واحتجاجا على استمرار ملاحقة الناشطين وقمع منتقدي فساد السلطة وقطع المحتجين الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة رفضا للانتهاكات الحكومية. اللي صاير أنه قبل أيام داهمت قوات حكومية بيت الناشط أحمد مهلهل بساعات الفجر، الشيء اللي خلى عائلته تعيش بخوف قبل اعتقاله بتهمة كيدية مثل ما يقول الناشطين. خلونا نشوف هذا المقطع اللي صور من منزله بعد اعتقاله وحال والدته بعد الاعتقال. عوائل تروي عوائل الناشطين، ما معقول اليوم احنا مو بياعين مخدرات ولا مجرمين، يا ناس ساعة 3 بالليل اليوم تروعون العوائل وتعتقلون ما نعرف اعتقل اليوم او خطفوه الساعة 3 بالليل اليوم احمد حسين مهلهل ناشط المدني في محافظة البصرة، تعال شوفوا اليوم اللي مسوينه بالبيت، ما معقول اليوم انتم قاعدين تمارسون هاي الممارسات وياني، تفضلوا شو ليش ايش اليوم تبعثرون اغراضهم وتقلبون البيوت تبعثرون شنو تاجر مخدرات هو مجرد ناشط اليوم ينطق بالحق يطالب بحقه، تفضل تعال شوف البيت اليوم شو مسوين به يا ناس يا عالم، هاي تفضلوا هاي العائلة
هاي الاطفال للان الاطفال مروعين وهالناس راح ننقل المستشفى. ما معقول الساعه 3 بالليل انتم تجون بهاي الطريقه المروعه اليوم وتعتقلون الناشطين المستشفى مثل ما شاهدون. هاي والده احمد حسين مهيل، هاي ما اعرف شنو المضاعفات اللي صارت عندها. تفضلوا شوفوا هاي بسبب من شنو، مثلا شنو الرد نفتهم ارهاق؟ ما معقول هيك يعني. شنو اليوم هاي المره اذا صار بيها شنو؟ فيديوهات اثنين شفناها مع بعض، واحد بالبصرة واحد ببغداد، بيت الناشط مؤمل وأيضا بيت الناشط أحمد مهلهل، وحالة البيت يعني شلون مبعثرة، وأيضا نقل والدة الناشط أحمد مهلهل إلى المستشفى. هذا الموضوع ما مر مرور الكرام، مشاهدينا الكرام علقوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك مثلا عبد الله الأكرم يقول: عصابات الله وكيلكم، والإنسان بالعراق ما إلا أي حقوق، والقانون يمثلون هذول العصابات والقضاة وياهم، وهذا الشعب بالرجلين. أحمد البصراوي يقول: كان صدام أرحم من هاي الحكومة لأنها كلها ميليشيات وأحزاب وخارجية عن القانون، إذا أكو قانون يحاسبها. وحيدر السعيدي يقول: أسعد العيداني، إن كانت هذه المرأة الكبيرة أم لك هل ترضى عليها تلك الممارسات لعصابات الأجهزة الأمنية؟ وحسين الباهظ يقول: هذه رسالة يوجهها رئيس اللجنة الأمنية المحافظ لكل متظاهر وناشط، بأنك عندما تتناول سوف تكون هذه النتيجة. إذا مشاهدينا الكرام، اعتقال إلى الناشطين ومداهمة منازل الناشطين، بعثرت ممتلكات الناشطين، ترويع ذوي الناشطين، وأيضا بعد ما شفنا في البصرة والدة الناشط أحمد مهلل اللي نقلوها إلى المستشفى بسبب اللي صار وياها بالبيت ساعات الفجر الأولى قبل أيام. فرحان من كربلاء ويانا، حياك الله. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة أغاتي. أخوي، كل هذه الجرائم التي تمثلها الميليشيات الإرهابية ومافياتها بحق ما حدث في البصرة وأخرى، كل المجاميع الإرهابية القانون. نعم. تمثلها الميليشيات الإرهابية اللي تمثلها سرايا السلام والحشد الشعبي. نعم. ليس الميليشياتين الإرهابيتين الخارجات عن القانون، والمافيات اللي تجدها في كل مكان في العراق، هذه المافيات هذه هي وراء هذه الجرائم وهذه للناس وتدمير ممتلكات منازل الناس بالكامل على يد ميليشيات الإسرائيل السلام والحشد الشعبي. هؤلاء هم جابوا وجابوا بالمخدرات ونشروها في كل مكان بالعراق، حتى أصبح العراق في كل مكان حتى خارج العراق. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا، شكرا لك أخ فرحان. إذا مشاهدينا الكرام، ممارسات القوات الأمنية مع الناشطين أو مع المتظاهرين، هذا الشيء مسموح حسب القانون أو لا؟ إضافة إلى ذلك، يعني بالفيديو الأول اللي شفناه بحلقة هذا اليوم حول الخريجين في محافظة كربلاء، أم طلعت وتقول: ليش تضربون ولدنا؟ ليش هذا العنف يا العراقيين؟ ليش هذا الضرب؟ ليش هذا الترويع؟ ليش هذا التخويف؟ بعثرت الممتلكات ليش؟ يعني أنت تريد شخص، المفروض عندك مذكرة اعتقال من قاضي حتى تروح تعتقله، السلام عليكم السلام، يا ابنكم مطلوب، هاي مذكرة الاعتقال، تفضل ويانا. الممارسات الأخرى اللي تصير ويا هاي العمليات اللي بالعراق، شنو الغاية من وراها؟ محمد من أمريكا، حياك الله. ألو، السلام عليكم، وحي قناة الرافدية والكادر. حياك الله أخوي. عمري أنت أستاذ أسد، هاي الأحزاب الميليشيات هم القضاة ولاهم للأحزاب الميليشيات، كفيلك الله عما يدمروا البلد. هاي هو هي الحكومة مسيسة إيرانية عمي، والله دمروا للبلد عمي. حتى القاعد بيته ما مستور عمي، لا ناشط لا مدني لا معلم خلصا منهم لا دكتور، عمي دمروا للبلد. كفيلك الله كلهم شغلهم يشتغلون صالح إيران، أبو عمامة وأبو قاف أبو عقاب فهو يموت على إيران. الكرسي ولا تجيب طاري إيران، قول كرسي ولا تجيب. عمي نروح شوف اسأل أبوك، يا هو قول له: من هو أبوك؟ خمله يا قاسم المجرم، قاسم سليماني، الله ينتقم عليكم وعلى إيران. عم دمرتوا لي البلد، حشيش ومخدرات دمرتوه، والميليشيات تابعة لإيران، الشرطة والجيش هم تابعين. شوف المغولي جماعة مقتدى الفاشل، عم دمروا لي البلد. كفيلك محمد، البلد ما يقوم من القيامة من وراء أهل العمايم ومن وراء أهل أبو قاف. أحيي قناة الرافدين والكادر. شكرا، شكرا لك أخ محمد.
نطلع من قضية التظاهرات والناشطين واستهداف الناشطين ومنازل الناشطين، راح نروح إلى قضية الكسبة بالعراق. اليوم أزالت القوات الأمنية معارض السيارات غير النظامية مثل ما هم يقولون بمنطقة الحبيبية شرق العاصمة العراقية بغداد، ورا ما استمرت طوال الأيام اللي فاتت. إجا قرار الإخلاء ورا ما أنذرت أمانة العاصمة بغداد في وقت سابق ملاك المعارض بإخلاء المنطقة. أصحاب المعارض اللي يعمل بها مئات من العمال اللي يعيلون أسرهم بدورهم هم اتهموا الحكومة بالاستحواذ على القاع بهدف أن تقدم هاي القاع لمستثمرين تابعين لأحزاب وميليشيات متنفذة من دون النظر لأحوالهم، خصوصا ورا ما انقطعت أرزاقهم. خلونا نشوف جانب من إزالة المعارض قبل استعراض التعليقات. تشوفوه تضوا هذا ابو حسن اخي شلون غدوا على صفحه باعوا صاروا هذا شوفوا يا هذا يا بلا حد هاي معارض الحبيبيه هاي معارض مال تعال معنا ريان مكتب ابويا وجيران الشمري اي امر قضائي ماكو اي امر صادر قضائي ماكو طبت لنا احزاب طبت لنا شنو احزاب تعال صار هذا هو جيران الكبير صار دمار الاحزاب أكرر أي أمر قضائي ماكو الدمار؟ قضية إزالة المعارض في منطقة الحبيبية تناولها وتفاعل وياها رواد منصة فيسبوك من خلال التعليقات، وكانت التعليقات متفاعلوا ويا هذا الموضوع. اخترنا لكم بعض هاي التعليقات. أم علي تقول هاي الأراضي عجبة الربع لأنه العراق صار فرهود إلك يا أبو ذراع. وأبو مرتضى الهليجي يقول حكومة متجاوزة على كل حقوق الشعب وغارقة بالفساد والفشل وتحارب الناس بسيف القانون والنظام وهي أصلا ما تحترم القانون ولا النظام. وسارة شاكر تقول الأمانة هسه تذكرت صار سنين يأخذون منهم إيجارات. وأيضا من فاطمة ليش خلي الناس تعيش ليش تكثرون بالبطالة تحاربون الناس من كل الجوانب. إذا كانت هاي بعض التعليقات على منصة فيسبوك فيما يخص إزالة المعارض في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد، علما أنه هاي القضية المفروض إذا كانوا هم متجاوزين أكو خطط بديلة شون ينظموهم وشون يسوون وياهم شنو الطريقة اللي تكون الحياة بصورة نظامية أكثر مو إزالة وفقط وروح الله وياك. زين وراء هاي الإزالة القاع اللي موجودة وين راح تروح؟ راح ترجعون تنظموها كمعارض؟ إذا راح ترجعون تنظموها كمعارض فالمفروض حسب القانون أكو شفعة، والشفعة لهذول اللي كانوا موجودين بها. هاي القضية الثانية الثالثة عفوا بحلقتنا اليوم. قضيتنا الرابعة هي المتقاعدين، المئات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين على حد سواء. الظاهرة بمنطقة علاوي وسط العاصمة العراقية بغداد طالبوا بزيادة رواتبهم التقاعدية اللي بالكاد تكفيهم لتغطية نفقات علاجهم في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة ومتطلباتها. طبعا هاي مو أول مرة يتظاهر المتقاعدين، سبق أن نظم المتقاعدون وقفات وتظاهرات لمرات عدة دون ما أن تلتفت الحكومة لهم على الرغم من ارتفاع واردات تصدير النفط اللي من المفترض أن يستفيد من فائض هذا التصدير كافة شرائح المجتمع بما فيها شريحة المتقاعدين اللي أفنوا عمرهم في خدمة الوطن والتضحية في سبيله. خلونا نتابع. شوف الجموع أخواني، شوفوا الجموع، باعوا الجموع ما شاء الله، والله العدد زين زين.
موظف تعب وشقى على نفسه حتى يلقى ثمرة بالمستقبل للهوارات بالتقاعد حتى الحكومة تقول له بارك الله بيك أديت اللي عليك وهذه مكافأتنا إلك. كيان من بغداد ويانا، حياك الله يا كيان. أستاذ أسد الله يحييك ويحيي قصيك ويحيي الكادر ويحيي كل نفس صيد بهاي القناة الطيبة. حيا الله من قال، تفضل أخويا. أستاذ أسد، موضوعنا موضوع المعارض. احنا ثلاث مواضيع تناولناها اليوم. الموضوع الاول اللي هو استهداف الخريجين في كربلاء، الموضوع الثاني اللي هو استهداف المتظاهرين والناشطين ببيوتهم وتخويف اهلهم من قبل القوات الامنيه بعثره البيت بشكل مخيف. موضوعنا الثالث هو ازاله المعارض بالحبيبيه، وهذا موضوعنا الاخير اللي هو المتقاعد اللي فينا نفس الاجل هذا البلد اللي بيطالبون بزياده رواتبهم. نعم، احب انا ارسل لك الحقيقه مال المعارض الحبيبيه لان انا ملامسها قريب عليها، كلش قريب عليها لان عندي صديق يوميا اكتب فيها. تفضل. ارسل لك الحقيقه 100%. تفضل. ما يرضى الله. شوف استاذ اسد، المعارض مال الحبيبيه سايدين يمين ويسار مع بعض. نعم. شو من تجي تدخل من القناه على المعارض فلشوا اليمين، 90% عقود من زمن صدام، عقود يعني ويا الامانه ويدفعون ايرادات وتجي تاخذ من عندهم. مباراه 90% لان عندنا الورق سقوط وما يسمى تجاوز. تمام استاذ اسد؟ نعم. الصفحه اليسرى متجاوزين سنه ورق سقوط، لان انت جيت هدمت الصفحه الرسميه 90% رسمي. كل معرض خسر، اقل معرض خسر 15%، اقل معرض خسر 15%. أخيان يعني الإزالة اللي صارت اليوم، الإزالة اللي أسس زالوها القوات الأمنية، هم زالوا المعارض الرسمية وبقوا التجاوز. وبقوا التجاوز، أنا جاي أشرح لك، جاي أحكي الكلام، جاي وحدة وحدة. هاي سووا أكو معارض جاي تبني بشارع يسمونه شارع الجوبة، العراقيين كله يعرفونه. نعم. معارض جاي تبني جديدة، المعارض تابعة الضياء الحلفي، الضياء الحلفي تابع لتيار الصدر، سيد مختلف. تمام استاذ؟ نعم. هاي سووا هذا هو نفس الكذب، هو طبعا له قوه عصابه. لا طو مجال للناس، لا كذا يحكي يحطونه بالجنطه ويعطونه، انا احكي لك بامانه الله، الله فوق الراس حاسبني. نعم. اجوا وهدموها، يعني كل معرض خسر 15 مواد وكذا الى اخره. هذا سووا يردون يحصرون الناس على مود يبيعونهم ذنيج المعارض. هاي المعارض تابعه لنادي القوه الجويه. هاي الناس تحت سقوط النظام التقت ويا وزير العفو ويا مدير النادي، والتقت نادي الرجال، والتقت ويا شخص المسؤول على نادي القوة الجوية. نعم. والشخص وطاهم كتب وطاهم كذا، يعني ماكو شغل، ما في اشكال، الشغلة رسمية، بس هم سووا وهدموا ذني 101 معرض تهدمن رسميات، استاذ اسد 101 معرض تهدمت رسميات. انقطعت ارض الناس كلها بسبب ما يردون يحصلون الناس على مود يردون يشترون من ذيك المعارض. سعر المعرض الواحد 20 شده 20 دفتر، يعني هسه احنا بلد المافيا، بلد المافيات، يعني هاي 101 معرض هدمت 5000 عائله انقطع رزقها. 5000 وانا مسؤول على هاي الاحصائيه. نعم. 5000 عائله انقطع رزقها، من كل معرض في 5 عمال، من كل معرض في 2 كلاس شركاء، من الناس تجي توقف بالمعرض وتبيع على ابواب الله، من ابو الشاي، من ابو اللفات، من مطعم، من ابو الجقاير، من ابو الحلويات، من ابو الكذا الى اخره، ابن الحراس، وايد وايد ما ينعدن. 5000 عائله انقطع رزقها. لا شفنا تصريح رئيس الوزراء، لا شفنا الوزير الداخلي، جينا سنتي وزير الداخليه، هاي الناس عم هاي عصابة، الله شاهد لو شايف الواقعة انت تنصدم. هاي عصابات عصابات، يعني انتم تهجمون ذاك الناس. نعم. وتلاحقون الناس على خبزتهم، على لقمة خبزتهم. انت وزير الداخلية مطالب، هاي لك رسالة، مطالب تطلع التصريح وتوضح. نعم. وانت استاذ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء مطالب توضح هذا الموضوع، توضح 100% توضحه. نعم. استاذ السيد مختدى يوضح هذا الموضوع 100% وقف هذا الشخص ما تابع لي. ما هي انت راح يطلع يقول ما تابع لي 100% لا ماكو ما تابع لي حاسب.
يحاسب، ماكو ماكو شخص يحاسب. انت مو 24 ساعه تعتبر القصاصات، استرجع القصاصات مو خساره، وقع القصاصه وزرق يعني هاي ما في احقاع مال الكويتي وبناها وضاحى مليارات الدولارات. بس هذا المعارض يعني ماكو ايش وضعيه، ماكو ايش وضعيه في الاخير، ماكو ايش وضعيه. يعني لازم 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 يطلعون مطالبين رئيس وزراء وزير الداخليه وقائد عمليات بغداد المقتدر، يطلعون ويوضحون هذا الامر للناس. هاي ترى انجلطت استاذ اسد اخو ناصر، الله يخليك راح يموت بسبب هذا الوضع، لان هذا رزق كاتبين دفتر مطلع الدفتر ولا بالشارع يرفع حلاله وماله وحلال اولاده ولجنته. هاي هاي ناحيه المعارض تمام. تقول لي اكو وقت اجاوبك على المتقاعدين. انا اعتذر منك ابو، اعتذر منك اخ كيان، بس عندي اتصال ثاني. شكرا، شكرا جزيلا لك ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. ابو عبد الله، ابو عبد الله سامعني؟ انقطع الاتصال ويا ابو عبد الله. اذا مثل ما سمعتم من الاخ كيان، الاخ كيان يقول بالنسبه الى قضيه ازاله معارض سيارات الحبيبيه، يقول هم ازالوا المعرض النظامي و101 معرض، وذكر احصائيه تقول 5000 اسره انقطع عملها وصاروا من ضمن العاطلين عن العمل بسبب هذا الفعل، ووجه اسئله الى عده اشخاص. ننقل هاي الاسئله من كيان الى كل من وجه له سؤال، ونتمنى من المسؤولين يطلعون يقولون هي صحيح اللي زالوها تجاوز مثل ما هم يقولون، لو اللي دا يقول الاخ كيان صحيح اتمنى يردون اذا كان الاخ كيان مخطئ، واتمنى ايضا يوضحون اذا كان الاخ كيان على الصواب. بالنسبه الى قضيه المتقاعدين، مواقع التواصل الاجتماعي علقت على هذا الموضوع، وايضا عندنا تعليقات على موقع الفيسبوك. اول تعليق ويانا كان عن قضيه التقاعد والمتقاعدين من احمد علي، يقول هؤلاء هم الذين بنوا الوطن بالسنين الماضيه تحت ظل اقصى الظروف من حصار وضنك بالعيش. ميادة محمد تقول المفروض رواتب المتقاعدين عالية لأن كلهم أمراض مزمنة، شنو 300 ياخذ كلهم يحطهم مولد وأدوية وإيجارات للما عندهم بيوت، الله يعينهم يا رب. وشبيب الجوراني يقول وما هو فرق البرلماني عن المتقاعدين؟ حين يتقاعد بخدمة 5 سنوات أو أقل ياخذ راتب بالملايين، هل هذه العدالة؟ أليس هم من مواطني العراق أم أصبح العراق ملك لكم فقط تتنعمون من خيراته؟ وحيدر العراقي يقول أكثر طبقة ظلمها النظام حاليا ناس بنهاية العمر خدموا البلد لسنين ما عايشين براحة أو كرامة. إذا مشاهدين الكرام، مواضيعنا الأربعة راح أرجع أكررها من جديد: تظاهر في كربلاء واعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين من الخريجين أمام مبنى تربية كربلاء، أيضا بالنسبة إلى الناشطين فيديوهات 2 نقلناها لكم أو بيناها لكم حول ما حصل في بيت الناشط مؤمل في العاصمة العراقية بغداد، وأيضا بيت الناشط أحمد مهلهل اللي طبوا للبيت وداهموا وروعوا العائلة الموجودة داخل البيت وبعثروا الغراض اللي موجودة جوا، وبعد ذلك نقلوا والدة الناشط إلى المستشفى. الموضوع الثالث إزالة معارض الحبيبية من قبل القوات الأمنية اللي قالوا إنه هي تجاوز، وطلع أن الأخ كيان وقال لا، هم زالوا صفحة المعارض الرسمية وبقوا المعارض بالساد الثاني اللي هي التجاوز. وموضوعنا الآخر اللي هم المتقاعدين اللي ظهروا أمام بالعلاوي عفوا للمطالبة بزيادة رواتبهم. أبو عبد الله من صلاح الدين رجع ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز، أنا أيد الأخ كيان، حياك الله. كلام الحكاة الأخ كيان، وهاي المتهمة للبيت مال الناشط قبل، نرجع لل 2003، قبل 2003 نعم، أي قوة عسكرية، أي قوة شرطة، أي قوة أمن ما تقدر تطب بيت مواطن عراقي إذا مو لها مختار المنطقة. هسه صارت هربجي، كل من مختار نفسه وكل رئيس نفسه وكل من إلى قوات وإلى ميليشيا. نعم. يفوت يحتقل، يفوت يحتقل. اكو ناس احتقلت وقتلوه ويقول لك والله حاول ينهزم، حاول ينهزم من عندنا ضربناه وانقتل. هاي صارت 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 بعده مكانات. نعم. وعليها شهود. زين. من تجي تساله ليش يقول لك والله هذا داعشي. الداعشي انت من تجي عليه الداعشي هو طب المنطقه المحرره وعنده امنيه ومزكي من الاستخبارات ومزكي من كلها.
من تجي قوه تاخذه ما شنو تاخذ قوه تاخذه باي حق؟ نعم قانون باي قانون؟ يعني هسه اكثر الناس من يطلع يقول لك انا ما متوقع ارجع للبيت، من يطلع يمك ويطلع بشغل او يطلع بعمل او يطلع بكلها. نعم ما له كل 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 يعني ما له كل حق، هو حقك انا ما شيء مو صاير. نعم ويطلع الكاظم يصرح والله راح نسوي لجنه تحقيق، راح نسوي لجنه تحقيق، وين هاي لجنه التحقيق راح يسويها؟ يعني بين المعارضه تبلش اشو قبل وش تفتيش، اشو قبل ما في تجريب فساتين، اكو بساتين اخذتها ميليشيا اخذتها ناس بالاحزاب بالاحزاب مسيطره بالاحزاب واكو من يسندها، اخذت كثير قواعي مال ناس فقراء بالطباء لان ما عنده حد ولا عنده الظهر. نعم يعني هذا بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويقول هاي دوله يأتم هاي مو دوله. نعم هاي مو دوله، دوله عصابات، دوله مافيا. مافيا القويات للضعيف. بس اتمنى هذول الاحزاب قبل 2003 كانوا حد واحد طلع راسه من عندهم، من كان اخو هزه اكو واحد كان يقدر يفك حلقه وهي زوجته ما يقدر يجيب فارس صدام حسين. نعم شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام ننتقل من المقاطع اللي تداولوها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي الى موضوع اخر وهم اطفال العراق. اطفال العراق ضحيه عقدين من العنف وحمام الدم. هذا العنف والحمام اللي تسبب به الاحتلال الغاشم لبلدنا الحبيب. هذا العنف اللي تاذوا من عند الاطفال وما خلفها من ويلات على العراق. اطفال بعمر الورود يعيشون تحت وطأة الفقر والعنف والنزوح. مع عدم توفير الحماية لهم والأخذ بيدهم إلى بر الأمان. قسم التواصل الاجتماعي في القناة سلط الضوء على حال أطفال العراق وراء عقدين من الاحتلال في الانفوغرافيك التالي، خلونا نشاهد. الشكر موصول لزملائنا في قسم التواصل الاجتماعي لإعداد هذا التقرير اللي بيه كم هائل من الحقائق. اللي تابع هاي الحقائق راح يكتشف انه اكو جرائم بحق الطفولة بالعراق. اخر فقرة ذكرت انه 7 ملايين طفل عراقي يحرمون من الدخول في الدراسة المنتظمة. لا فعليا اليوم كل اطفال العراق من شمال الى جنوب محرومين من الدراسة ومن حق التعليم بسبب
أنه فعلياً العراق خرج من تصنيف الأمم المتحدة لجودة التعليم. يعني فعلياً العراق التعليم به ما معترف به. يعني فعلياً العراق التعليم به فاشل بسبب الأحزاب والديمقراطية اللي جلبها الاحتلال على العراق. والعمل والفقر والجوع والنزوح وهاي كلها يعيشوها أطفال العراق. موضوعنا الآخر اللي هو نفس الموضوع الأول. أول موضوع أخذناه بالقناة بالحلقة اليوم عفواً هو موضوع الخريجين. موضوعنا الأخير بهذه الحلقة هو أيضاً الخريجين، لكن خريجين المجموعة الطبية. يواصل خريجو المجموعة الطبية رفع أصواتهم للمطالبة بتطبيق قانون رقم 6 لسنة 2000 اللي متعلق بتعيينهم مركزياً. هذا كله بوسط تجاهل حكومي لمطالبهم. وزارة المالية تشرع بعدم وجود تخصيصات كافية في ظل تأخر إقرار موازنة العام الحالي. الخريجون توعدوا الحكومة ومن يحول دون خدمتهم لشعبهم وبلدهم بثورة عارمة خلال الأيام القادمة إذا ما استمر التجاهل والتسويف لمطالبهم. وكتب الخريجون وسم على منصة تويتر، الوسم هو هاشتاغ ثورة خريجي الصحة. من آلاف التغريدات اخترنا لكم التالي. محمد خاء كتب: غضب واستياء ينتاب خريجي المجموعة الطبية والصحية لتأخير تعيينهم وتعطيل قانون التعيين المركزي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته، لذلك سنعلنها ثورة ما لم يتم التصويت على استثنائنا من الموازنة، هاشتاغ ثورة خريجي الصحة. وزهراء تقول: حاسيم شعور لما تكون خريج مجموعة طبية وما متعين فتروح تسأل على فت شغل تعين أهلك، يجيك واحد يقول لك حصلت لك شغلة، يا بشنو الشغل؟ يقول لك سكرتير بعيادة تنظف الأرضية وتقص باصات. لا، وإذا تريد تشتغل بمختبر أول شهرين مجاني بحجة لساتك مبتدئ، وبعدها ينطيك 200 بالشهر ما يكفن تاكسيات. هاشتاغ ثورة خريجي الصحة. الزلال عبيدي يقول: كافي مماطلة وتسويف، كافي كتابنا وكتابكم، نريد حقنا، أمر المباشرة مطلبنا، ثورتنا قادمة، ثورة الجيش الأبيض ستهز الخضراء، ثورة خريجي الصحة. ومسلم يقول: استعدوا إلى الثورة، إذا تريد حقك اطلع طالب بي، أنت في بلد لا يعطي حق بدون أو لا يعطى حق بدون مطالبة، هاشتاغ ثورة خريجي الصحة. إذن كان هذا الهاشتاغ المتداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند على منصة تويتر. قبلها ذكرنا الإنفوغرافيك اللي خص الطفولة في العراق، وفي بداية الحلقة قدمنا 4 ملفات. الملفات الأربعة اللي تناولناها اليوم في حلقة اليوم، عندنا ملفنا الأول اللي هو الخريجين في محافظة كربلاء اللي ظهروا أمام تربية كربلاء حول التعيين والقمع اللي صار والاعتداء من قبل القوات الأمنية على هؤلاء المتظاهرين. ملفنا الثاني استمرار اعتقال الناشطين والمتظاهرين، وبينا في فيديوهات 2 ما حصل في منزل الناشط مؤمل بالعاصمة العراقية بغداد واعتقاله، وأيضا بعثرة أثاث وممتلكات المنزل. والفيديو اللي موجود في هذه الصورة هو ذوي الناشط أحمد مهلهل والحالة اللي موجودة بها عائلته، الحالة اللي صاير بها البيت الساعة 3 الفجر، ونقل والدته إلى مستشفى بسبب ترويع القوات الأمنية إلى ذوي المعتقل. ملفنا الثالث اللي تناولناه اليوم هو إزالة معارض الحبيبية اللي قالت القوات الأمنية أنه هاي المعارض تجاوز وعليه أنه لازم يشيلها. وطلع لنا الأخ كيان وبين لنا بعض النقاط، يقول أنه هاي المعارض مو تجاوز، هم شالوا السايد اليمنى اللي هو النظامي، أما السايد اليسرى هو التجاوز بقى على حاله، وسدوا 101 معرض. يقول ما يقرب من 5000 عائلة اليوم انقطع رزقها بسبب هذا اللي صار، بسبب أنه أكو حزب أو أكو كتلة مسيطرة على هذا الموضوع وتريد تأخذ شيوع التعليقات اللي حول هذا الموضوع. موضوعنا الرابع اللي هو المتقاعدين اللي فينا ونفسهم لأجل هذا البلد، المتقاعد اللي عمل سنوات طوال في هذا البلد إن كان عسكري وإن كان مدني للدفاع عن أرض هذا البلد أو لأجل بناء هذا البلد أو لأجل استقرار هذا البلد أو لأجل المحافظة على ممتلكات هذا البلد، شنو وضع اليوم وقضية المتقاعدين مستمرة. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه النقاط اللي تناولناها اليوم في حلقة صوتكم. مشاهدينا احنا نريد نسأل عدة أسئلة قبل ما نختم الحلقة. ليش اليوم
المتظاهر أو الناشط لما يطلع يقول أنا أريد حقي يعتقل. إن كان العراق ديمقراطي مثل ما تدعي الأحزاب والكتل السياسية ومثل ما يدعي همام حمودي إنه يقول أنتم عندكم ديمقراطية ما موجودة بكل العالم، فمن حق المواطن أن يسأل أو يتساءل أو يطالب. كل بلدان العالم لما يصير بها شيء ويتظاهرون ما يصير بيهم اللي يصير به العراق اليوم. نقطة ثانية، الخريج اللي تعب على نفسه وشقى ودرس وامتحن ونجح وحصل شهادته، ليش لما يطلع اليوم يوقف قدام دائرة ويقول أنا أريد تعيين ينضرب وينهان؟ نقطة ثالثة، الكسبة ليش إحنا نضيفهم أو نضيف رقم جديد على أرقام العاطلين عن العمل، علماً أنه أرقام العاطلين عن العمل مو قليلة ببلدنا؟ نقطة رابعة، ليش ما نحافظ على المتقاعد ونحسس المتقاعد بقيمته وبالثمرة اللي هو يحصلها حتى بالمستقبل أولاده يخدمون البلد بعيونهم، ما يقعد يفكر أنه هذا البلد ما راح يعطي شيء بالنهاية فما راح يقدم الأشياء. هاي التساؤلات أتمنى أن تجاوبون عليها، وهل هذه النقاط صحيحة أم خطأ؟ إذا كانت صحيحة فقولوا لنا أنتم غلطانين، وإذا كانت خطأ فقولوا لنا الصحيح شنو يصير. عفوا، أتمنى تجاوبون على هذه الأسئلة بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. انتظرونا، نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.